الصنف الأساسي عندنا سمك ومعاه شوية سلطة، كرات وخيار وبصل وتوم، والحل بطيخ، مفيش أحلى من كده. والأحلى بقى إنها مجانا وموجود عندنا منها كل يوم، يعني ممكن حضرتك تاكل من الوليمة دي يوميا ومجانا. بس في شرط واحد صغير قوي، حاجة بسيطة كده، هناخد من وقت حضرتك كم ساعة كل يوم تشتغل فيهم لحسابنا، إيه رأيك؟ قوي قوي، مفيش أحلى من كده. أصلا أنت مش عارف أنا بحب التوم قد إيه، خصوصا مع السمك، ويا سلام بقى لما حلي بعدها بطيخ. واستمر الحال ده يوم بعد يوم لغاية لما عدت 400 سنة، وقدر فرعون ياخد مقابل الأكلة دي مدينتين اتبنوا باسمه على حساب الصحة والكرامة والعمر كله. وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، وقاد ربنا على فرعون وعلى كل جنوده. ها يا رب هتقدم لنا إيه بقى عشان عايزين ناكل؟ طبعا احنا مش هنقارنك بفرعون ولا بولايم فرعون، انت اكيد هتقدم لنا اصناف ما تخطرش على بال. هو فعلا الوليمة اللي هقدمها لكم ما تخطرش على بال، وليمة عمركم ما سمعتم عنها، لا انتم ولا اجدادكم، لا ابراهيم ولا اسحاق ولا يعقوب سمعوا عنها. ايه هي ده، انت شوقتنا قوي. هي وليمة لكن من صنف واحد بس، يشبه بذر الكزبرة وطعمه قطايف بزيت بس. طب شوية سلطة؟ لا. طب فاكهة؟ برضو لا. وهتاكلون لمدة 40 سنة. فصرخ الشعب إلى موسى، بتصرخوا تاني ليه؟ قد كرهت أنفسنا الطعام السخيف، من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. أصل أنت مش فاهم، العبودية مع 6 صناف من الأكل أحسن من الحرية مع صنف واحد. وهو ده شعور الخاطي اللي بيلاقي إن الخطية بتقدم له أصناف كتير من غنى وشهوة وتعظم معيشة، لكن المسيح عايزه يقرأ الكتاب كل يوم. إيه الملل ده؟ حماقة وغباء. أصل العدو في حكمته الشيطانية عشان ينسي ولاده الموت بيلهيهم بالدنيا عشان ما يزهقوش لغاية لما يواجهوا الحقيقة المرة في نهاية حياتهم. يا ترى كل مخك في الأرض؟ اوعى تسمع لصوت الشيطان فتزهق من علاقتك بالمسيح. الشيطان عرف يستعبد اليهود في أرض مصر بأكلة سمك، لكن المسيح بيقول أنا هقدم لكم سمك في أرض كنعان، ومع أنها كانت مجانا لكن كل التلاميذ قعدوا يدوروا في جيوبهم عشان يأكلوا الجموع، ما لقيوش ولا حاجة غير طفل معاه 5 خبزات وسمكتين. وهنا نلاقي أن الصنف الرئيسي في الوليمة دي كان الخبز، ومع أن الوليمة كانت من صنفين بس، عيش وسمك، لكن كان في صنف تالي مش مرئي وهو اللي شبع الناس كلها. إيه هو؟ خبز الحياة. يسوع نفسه اللي قال أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. لما تيجي ليسوع تلاقي إن الشبع في حياتك مش بالسمك اللي يملى البطن وبعد ما تاكله تجوع تاني، لكن شبع الروح والنفس، زي ما قال الكتاب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. وإيه اللي بيخرج من فم الله؟ كلمة الله، المسيح نفسه. يا إنسان أنت قيمتك أعظم من إنك تشبع بسمك وبصل وتوم، قيمتك إنك تشبع بالمسيح وبس، لأنه خلقك على صورته. أما الوليمة الأخيرة برضو الصنف الأساسي فيها سمك، اللي اصطادوه التلاميذ نتيجة طاعتهم للمسيح ومن غير مناقشة، لأنه جه بعد تعب الليل كله من غير ما يمسكوا حاجة. أصل المؤمن الخيبان اللي بدل ما يمشي لقدام يرجع لورا، فيضيع سلامه وتقل محبته لدرجة إنه يخلع هدومه ويكون عريان زي ما عمل بطرس. لكن أول ما تقابل مع الرب يسوع لبس ثوبه، فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرة 153. 100 رمز الثمر الكامل، 50 رمز الرعاية، 3 رمز الثالوث الأقدس. ومع أنهم لما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا، لكن المسيح قال لهم قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. وده اللي هيحصل في الأبدية، ربنا هيقول لنا قدموا من السمك اللي أنتم سكتوه. ويا بخت اللي يخدم المسيح بكل أمانة وطاعة وبدون مناقشة، فيكون الثمر كامل، يثمرون 31 وآخر 60 وآخر 100. اوعى تزهق من علاقتك بالمسيح، اتلذذ بيه واشبع بيه واسمع كلامه واخدمه بكل أمانة. اوعى تعمل زي اليهود اللي قال لهم المسيح الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه.